أهلا بكم مشاهدينا مع بداية ساعتنا الثانية من صباح العربية لليوم. ورغم كل ما توصلت له التقنية من تحديثات وميزات مبتكرة في عالم الأجهزة الذكية، إلا أنه لا يزال هناك حب وتعلق بأجهزة قديمة لا تملك الكثير إلا أنها تفي بالغرض والحاجة. فهاتف قديم أو جهاز حاسوب أو حتى تلفاز، الكثير منها يصعب على البعض التخلي عنها ما دامت شغالة، فهي تحمل ذكريات وتتناقلها الأجيال. فكم من هاتف ذكي ماتت بطاريته وفشل في عمل اتصال أمام هاتف أرضي سلكي لا يحتاج إلى شاحن. للمزيد ينضم إلينا من الرياض عبر سكايب فيصل السيف، مختص في أخبار التقنية. أهلا بك معنا فيصل، صباح الخير. ويعني مهما تطورت التقنيات فهناك أساسيات لم تتطور ولم يتم ترقيتها، فخلينا نتكلم عنهم في البداية. يا اهلا وسهلا، صباحكم الخير والورد والسعاده، وعسى بدايه اسبوع جميل لكم وللساده المشاهدين ان شاء الله. جميل، خلينا نتكلم على نوع من التقنيات صار له 20 سنه وكل واحد فيكم ما زال قاعد يستخدمه الى الحين، مهما كثرت وسائل التواصل الاجتماعي لن يتغير في طريقه التطور حقته. مين فيكم ما يستخدم الاس ام اس والرسائل النصيه؟ اكيد لازم نستخدمها عندما تدعو الحاجه، مش كثير. ما هذه هي مو كثير، ولكن تعتبر من أكثر نقدر نقول الوسائل أمناً من ناحية التأكد من ملكية الخط صاحبه. صح. ونعتمدها مع البنوك والأشياء كلها. تخيلوا أن هذه التقنية عمرها الحين تجاوز 20 سنة وإلى الآن لم يتم وضع خليفة للرسائل النصية، لأنها من أمن الطرق والوسائل اللي موجودة عندنا. دائما الرسائل النصية تفرحنا يا فيصل بنزول الراتب على فرحت أحلام من شوي. ولا حنبغى الفرحة تروح، لا نبغى الرسائل تستمر إن شاء الله بإذن واحد أحد. لو الأيام هذه قربت الفرحة إن شاء الله. أيضا لو تكلمنا مثلا عن الكاميرات، مهما كانت الكاميرات بدائية في طريقتها فما زالت الكاميرات قاعدة تستمر بالتطور والتغير، ولكن مبدأ الصور والتصوير من عام 1888 إلى الحين مستمر نفس المبدأ، وكل واحد فينا صار أحرص ما يكون أنه يكون عنده كاميرا ويستخدمها في التصوير. وأيضا في أجهزة، لو شفنا المعادلات اللي موجودة في بعض الأسواق حنلاقي أنه ما زالت بعض الأسواق تستخدم هذا الجهاز. مر عليكم؟ قديم هذا كم؟ وفعليا نتكلم عن الآن هذا ما شاء الله 6. ايش الشيء الجديد اللي قاعد نتكلم عليه؟ قاعدين نتكلم على الايفون 2G. 4 الايفون 2G. اول ما طلع حسب العمر يا فيصل، يعني كل واحد ادرى في العمر وفي الجيل اللي لحق عليه. عاد الاشياء اللي بتجي في التقرير بتضحين عمري كيف. لا الامور انا من جيل الباندا، عرفت وخلصت قضيت من زمان. لا كمان الباندا ما يعتبر ذاك الشيء الكبير، يعني المفروض أن نتكلم عليه بشكل كامل، وترى شغال إلى الحين، الأمور طيبة في الباندا. وإلى الحين في بعض الأسواق يعتبر الباندا من الأجهزة اللي تستخدم وتفي بالغرض بشكل جدا كبير. جدا يعني نتكلم على لسه بيشتغل وبنقدر نستخدمه ويوصل الظاهر آخر مرة شحنته كانت قبل 2-3 سنين، بس المهم شغال مشحون للعين. طيب. هذا الشيء اللي كان يعطينا إياه الجوالات أول، وما زالت التقنيات قاعدة تتطور. ولكن للتوضيح، إذا عندكم جوال أو عندكم جهاز ذكي من 10 سنوات إلى الحين، فمنطقيا يكون شغال بشكل جدا فاعل مع تقنيات 3G الجيل الثالث، وأيضا بعضهم جدا أداء ويعتبر جيد جدا في التقنيات حقة التصفح الإنترنت والتطبيقات والأشياء. هو يشتغل يا فيصل، ولكن المشكلة الآن أنه كيف ممكن نعيد تشغيل هذه الأجهزة القديمة؟ يعني نفقد الكيابل، البطاريات، هل في فعلا أماكن مختصة ممكن تساعد محبي اقتناء الأشياء القديمة على الحفاظ عليها وإطالة عمرها؟ جميل جدا، أنصح بأحد المواقع اللي هو الإي باي، موقع مزاد عالمي معروف، مختلف الناس من حول العالم يعرضوا بضائع، نقدر نقول إكسسوارات غير كاملة لأجهزة، فيعرضوا الجهاز بدون إكسسوارات أو إكسسوارات لحالها بدون جهاز أو كامل الباقة. فبالتالي أكثر الأشياء اللي بتشوفها بعد شوي ساعتني أحاول ألاقيها، ولقيتها في هذا الموقع، منها كملت المفقودات اللي موجودة عندي في الأجهزة، وأقدر أقول عشت تاريخ بشكل جدا رائق. فأتوقع أنه مع التقنيات مهما تطورت، أساس الاتصال والرسائل لم يتغير من حوالي 20 سنة، من يوم ما طلعت الشركات الأساسية نوكيا وسوني أريكسون وموتورولا
بالجوالات الاساسيه، وبدا يطلعون لنا كثير من الجوالات زي لما نشوف الرازر الاول القديم اللي جاب ثوره وقتها كان وشيء مره من خرافي. احلى التليفونات اللي ظهرت، الجوالات اللي هي بتفتح موتورولا. طيب خليني اسالك، بالنسبه صحيح يعني اللي احنا بنشوفه كل شويه عن في تقنيات جديده، اشياء مختلفه، يعني تخلي الناس تروح عليها وتشتريها بسرعه. خلينا نفهم منك، يعني اشياء ممكن تستمر معنا لفتره طويله زي الاشياء القديمه. ممتاز. الحين لو تكلمنا بواقع الحال اللي موجود الحين في عالم التقنية والأجهزة اللي قاعدة تسوق من حولنا، هل إحنا بحاجتها بشكل فعلي؟ يمكن الحاجة تنزل إلى مستوى 15% فقط، لأنه الأجهزة اللي موجودة بين يدينا وعمرها سنتين وثلاثة وأربعة استدامتها جدا عالية. ولكن عدم وجود جيل تقني جديد أو تقنيات غير مألوفة لنا هي اللي حنتبناها، هذا العائق الأكبر. فبالتالي أكثر شركات التقنية تبعا لسؤالك يعتمدوا بشكل كبير على تسويق منتجاتهم، فإن توقف هذا التسويق لم نعد بحاجة أبدا لتطوير التقنيات يمكن ل15 سنوات. ولو تتذكروا زمان كنا نسمع عن تقنية موجودة عند شخص فنروح نبحث عنها ونحاول نتبناها لأنها فادته. هذا الكلام من 15 20 30 سنة، صح. أما الحين أبداً، المعادلة الدعايات هي اللي تمشي التقنيات. طيب أنت قلت أنه في صور وفي تقرير، خلينا نشوف الصور اللي محضرينها، نشوف قديمك نديمك لو الجديد أغراك. هذه الجيم بوي حقت الطيبين. يا سلام، هذه جيم شبيهة لها من عام 81، ففعليا من طلعت من عام 81 وهذه هي موجوده. واتوقع انه كونها تشتغل وكونها سوت ثوره من ايامها خلت شركه نينتندو ترجع تطلقها بنوع وموديل جدا جديد بعد 40 سنه منها، ونزلت هذه السنه لعبه جديده بشاشه متطوره. لكن قبل ما تاخذ الصوت بعد، مين تذكر هذه؟ طبعا هي مكه المكرمه والمدينه المنوره وصور نظاره كلنا عشنا معاها لحظه. تقنية ترجع إلى الأربعينات، ولو جبت لكم واحدة من الستينات فهذه من الستينات كفيو ماستر، هذا النوع اللي كان يجي من المعدن وكان يجي الدائرة. أيوة الدائرة فوق. أيوة، والدائرة هذه اللي موجودة اللي تنحط فوق هذا الديسك على سبيل المثال واحد من الجدد، وأقدر أتكلم أنه هذا من عام 1955 هذا الديسك اللي موجود في عندي. لسه أشياء قبل سابقة، يلا ولكن تخيلوا الترفيه جابوا منين يا فيصل؟ أوكي يلا، مين مر عليها هذه؟ ايه طبعا باكيمون، كنا نسميه باكيمون او حاجة باكمان. ايه، وهذه الالعاب ترجع الى عام نتكلم على الثمانينات، وايضا عام 81 والثوره اللي تم استحداثها. يعني لانه بدل ما نروح علي الحاجات دي، هذا الاسس ده عدى الاتاري. واو فيصل، هذا الاتاري. ايوه ده عدى علينا فيصل. انت لازم تسوي تذاكر دخول للمتحف التقني اللي عندك في البيت. شوف، ابغى اطلع عمركم الحين واشوف. ما حد بس يلا اخر واحدة عشان وقت. كمان دي كنا بنلعب عليها السياره السباق، حلوه. لا نبغاها مع الصوت، مع الخط الاحمر اللي يعطيك المسار. وتقولوا لي عمركم، ها، وقاعدين تقولوا لي التفاصيل حقت الجهاز بدون ما اتكلم عليه. تقول افضل عايشناها كلها مثل يا ابن الحلال يا فيصل. حنا كنا نحب علاقتنا في اهلنا، فكنا نلعب في العاب الوالد بس. هذه كل القصه. فيصل السيف مختص التقنيه ابهرتنا اليوم ورجعت لنا الذكريات الحلوه. فتح متحف عنده، صحيح. يعطيك العافيه، شكرا لك. هذه الفقرات صراحه الجميله، شكرا. شكرا.